في قصف على طول الجبهة، في استعداد لشيء أكبر على ما يبدو؟ على طول الجبهة من الناقورة حتى شبعة هناك حركة إسرائيلية بتقدم على عدة بلدات، بتبدأ بالظهيرة اللي تقرب الإسرائيلي دخل إلى جزء منها وتم مواجهته بعنف، لكن موجود هلأ بجزء من القرية. بعدين بعيد الشعب اللي وصل لوسط البلدة وتم معارك طاحنة بغية رده ومنعه من تحقيق أهدافه، الاشتباكات بعدها داخل عيط الشعب. بلدة ميس الجبل كمان تقدم فيها العدو الإسرائيلي، بدأت مئات من الأمتار وتم كمان الاشتباك بصورة عنيفة حتى يمنعوه يعمل عملية تطويق من ميس الجبل باتجاه رامية. وكفركلا رجع دخل الإسرائيلي مرة تانية على كفركلا على الحد الأمامي للمنازل اللي فيها، وأهم دخول كان من فترة بشبعة دخل الإسرائيلي عدة مئات من الأمتار، تم مجابهته، تم صده، رجع على الحدود الدولية، هناك تجمع كبير للآليات تم استهدافها بصلية صواريخ، وهناك إصابات مؤكدة وفي طائرات هليكوبتر عم تسعى لسحب الجرحى والقتلى منهم. الهدف الإسرائيلي من التقدم كله سوا بالنار أو بعمليات تفخيخ إزالة كل المنازل من أمامهم حتى يسمح بفرصة تانية لإدخال المدرعات لتعمل عملية عسكرية وتكون بدأت العملية البرية. نحن لحد هلأ ما في عملية برية متكاملة، هناك فقط قوات استطلاع، قوات خفيفة تدخل تنفذ عمليات، يا أما تبقى في مكانها إذا كانت قادرة على البقاء أو تعود وتنسحب إلى الحدود الدولية. وهذا المشهد عم نشوفه صارنا 10 أيام. طيب عميد، حين تحدث أنه العدو الإسرائيلي دخل إلى الظهيرة وإلى عيط الشعب وإلى ميس الجبل وإلى كفركلا وإلى شبعة، هل يتوغل ويبقى أو يتوغل وينسحب؟ بجزء منه يتوغل ويبقى، مثل كفركلا بقي يومين رجع انسحب، رجع هلأ فات وبعده جوا. لماذا ينسحب؟ ينسحب بيكون في ضربات كثيرة عليه، في أكثر من محل استهداف، بخاف إذا بالليل وإذا صار طريقة للالتحام ممكن القوات المقاومة تقوم بعملية أسر لجنوده، لا يضمن هيدا الشيء بيعود بيرجع لورا، إلا إذا كان قادر يتمركز دفاعيا بالنقطة اللي وصلها، إذا قدر يتمركز دفاعيا بيضل، لكن إذا كان بعده بالحركة ما عمل إنهاء تمركز، تمركز دفاعيا يعني بناء مراكز محصنة لكي يستطيع الدفاع عنها في حال حصل هجوم معاكس للمقاومة عليه. بمحلات إذا قدر بضل، إذا ما قدر بيرجع بينسحب على الحدود، بس هيدي المنطقة صارت قدامه مفتوحة بشكل ساعة اللي بده بيرجع بيقدر يقرب، لأنه التمهيد الناري حتى لحد هلأ التمهيد الناري لهجوم بري بالمعنى الكبير بعد ما شفنا ما حصل بعد أبدا، يعني بعده متأخر الهجوم البري. ايه صحيح، لأنه بس نشوف تمهيد ناري كثيف، قذائف مدفعية، صواريخ، طيران، دخول طيارات هليكوبتر على بقعة معينة ب 3-4 كيلومتر عرض بشكل عنيف جدا لعدة ساعات، توقع من بعد منها هناك دخول بري لدبابات ولآليات كبيرة. كيف المواجهة عم بتكون؟ لأنه نحن لا نعرف كيف يحصل الوضع على الجبهة عملية. بعدنا لحد هلأ عم نحكي بكل الجبهة ما في دخول أكثر من كيلومتر ولا بمحل. أوكي. ماذا يعني؟ حتى الكيلومتر عم بيقرب يجب. يعني هيدي القوى اللي موجودة على الحافة الأمامية للجبهة هي من تقوم بعملية التصدي مدعومة بنيران الرجمات والأسلحة اللي موجودة بالخلف. هل هذه قوى النخبة؟ أبدا، هيدي القوى اللي موجودة هي قوى حيطة، هي أبناء القرى، أبناء البلدات اللي موجودين على الحدود، اللي هن عم بيتولوا عملية التصدي أو الالتحام مع القوى المهاجمة ومدعومة بالنيران. الجسم الدفاعي والقوى العسكرية النخبوية من قوات العباس، قوات الرضوان، هي بالجسم الدفاعي وراء، يعني بس بعد الكيلومتر أو 2 كيلومتر حيبلش يشوف الإسرائيلي قوات مدربة مجهزة محضرة، سيكون التعامل مع القوات الغازية بطريقة أكثر ضراوة، وحيكون التكتيك العسكري مستخدم بطريقة أكثر. الإسرائيلي بعده تاست بفجر بنزل البيت، بيخاف انه بهذا البيت يكون فيه هناك كمائن او مخابئ لمسلحين، فبيهبط البيت ليطمن انه انا بعدين بس فوت بالاليات ما بيكون في حدا.